صحيح، يعني نتصور اليوم على النصاب نتاع الماتش نسحقوا الانتصار. يعني بصراحه خلاف الفرص اللي ضيعناها، كان حسب الهدف نتاع الحباس اللي هو شرعي بون، نلوم على الجيج اللي كان بجنبه، ممكن كنا نتعاملوا حتى احسن من هكا. وقتها نسجلوا هدف حتى التوصيه تطيح على الملاعبيه، ضغط كبير عليهم، ضغط كبير علينا احنا الكل. دونك نتصور انه سيرو بلون فيزيك معناها والتحامات ملاعبيه ما قصروش، زعما برشا فولونتي اليوم. تكنيكمون ما عملناش الماتش كبير، لكن خلقنا الفرص، خلقنا ثلاثه فرص كبار برشا كنا نجم نسجلوا سهل المباراه. على كل التعادل ما يرضيناش اكيد، لكن ان شاء الله التعادل هذا يكون ثمين في اخر جون ان شاء الله. بالنسبه لينا احنا اول حاجه علاش مشينا في الشوا نتاع التغيير، لانه اول حاجه لا سيكسيون تاع المباراه، ثم برشا فتيق على الملاعبيه، حبينا ندخلوا في الشهر، لعبنا اثنين ولعبنا خميس، واليوم حد في ظرف 6 ايام ثلاثه مباريات، ما كان السهل. حبينا ندخلوا العامل الفريشير فيزيك البدني على الملاعبيه، ملاعبيه فري ما لعبوش، دونك مهم. الحاجه الثانيه اكيد ملاعبيه اول مره معنا ثالث عملوا تمارينتين ديزونتريمون قالوا احنا اساسيين، دونك علاش اليوم فما دي شي تكنيك؟ على خاطر مازال ما فماش اوتوماتيزم يتخلق بالوقت. اللاعبين اللي جاوا نتحطوا في الصحن ديريكت، جاوا في ظرف صعيب ما عندناش وقت باش نستناو باش يعملوا الادابتاسيون نتاعهم، كانوا على اوتير، كانوا قد المسؤوليه وعطاو زياد وبن سالم وبركات في الشوط الاول. بعد بيان سور الشوط الثاني دونتري دخلنا حباسي وكاندي اللي كانوا انا خلقنا اكثر فرص. على الأنصوم بنتصور كيما قلت لك، معناها قاعدين نتعاملوا مع وضع معين، نحاولوا انه نختاروا حتى في اختيار التشكيله نختاروا يعني ثم الفريشر، فما السرعه زيد بن سالم، فما لا بويسونس بركات، وفما حبوبي اللي نعتبره انا من احسن اللي تبعهم. بيان سور يلزم شويه وقت، لكن مشروع مهاجم كبير ان شاء الله. نادي الصفاقسي يتعدى من الخساره هذه، بنشوف فريق اخر ان شاء الله.